اسمع هذا الحوار من ابن عباس معه ومع الخوارج. قال بعضهم لا تحدثوه، وقال بعضهم والله لنحدثنه. فقال ابن عباس وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله. السلام عليكم ورحمة الله. كلما ازداد علم الإنسان ازدادت فطنته وحدة ذكائه، وصار ذكيا كيسا وكان ذا حكمة، فما بالنا بمن تعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه والتبحر فيه. فلا شك أنه من أكثر الناس حكمة، ولا أدل على ذلك مما رواه ابن عباس عن موقفه من الخوارج الحرورية، حيث قال رضي الله عنه في عهد علي أمير المؤمنين رضي الله عنه: اسمع هذا الحوار من ابن عباس معه ومع الخوارج الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال ابن عباس: لما اعتزلت الحرورية فكانوا في دار على حدتهم، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة، أي أخر الصلاة شيء، لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال علي: إني أتخوفهم عليك. فقال ابن عباس: كلا إن شاء الله يا أمير المؤمنين. فقال ابن عباس: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، أي زينة يمانية وحلة يمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، أي يأخذون قيلولة بعد الظهيرة. فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود. كما أن وجوههم معلمة من آثار السجود، فوصفهم بثفن الإبل، أي أيديهم معلمة من أثر السجود وعبادة الله. فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: والله لنحدثنه. فقلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن به، ويقصد بذلك علي رضي الله عنه. قالوا: ننقم عليه ثلاثا. فقال ابن عباس: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله: إن الحكم إلا لله، وقائل لم يسبي ولم يغنم، يقصدون بذلك معركة صفين ومعهم عائشة رضي الله عنها، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. أما الثالثة ومحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون، أترجعون؟ قالوا: نعم. فقال ابن عباس: أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فقال ابن عباس: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. والله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فقال ابن عباس: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي رضي الله عنه. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع منهم 20,000 وبقي منهم 4,000 فقتلوا.